هذه، خصوصا على ضوء ما نعيشه اليوم من حجرة وشوهة وتبهذيلة في هذا المجال. السي بوجمعة، واش عباد الله الرأس الأخضر اللي صار مسلم بالنور يدقنا حنا؟ ها هي 200 درهم اللي قال لي فين جات هذه الرقية؟ مرخلي داك الجمل ديال تنزانيا راقد. أنا كنقترح أننا نجربوا كفاءات وطنية أخرى من قبيل الشيخ الزمزمي ومن قبيل الشيخ الفيزازي، هاد الناس اللي كيفهموا في كل شيء، وبالتالي غادي نتقاموا علينا أرخص ولا فابور كاع، راهم كيضلوا يدوروا. إذا كنا خاسرين بثلاثة غنخسروا بعشرة نيت. واش السي بوجمعة التوصيل اللي عاطينه 60 مليون في الشهر، جوج المليون في النهار، هي 60 ريال في الساعة ديالاش؟ إذا كان خسران خسران، والله ما الزمزمي دايزة فيه راه يضل يدور. عطيو 30 ألف ريال ولا يستولي هذيك الكريمه.